خبرونا عن وجودكم حتى نستضيفكم. أنا إن شاء الله أتحصل هاتفكم من الدكتور هاني ولا من المركز؟ يعني إحنا إن شاء الله سنوصل الوزنة بإذن الله يوم 4 في ماي الخامس. إيه في حتى يوم 10. لا لا مارش كويس إن شاء الله. ان شاء الله. بس كيف نحصل على هذه البتاعه؟ مكسر. مكسر. انت كنت ما شاء الله عنك وقت. شوف انت كنت في الاسلامية صلاحياتك واسعة. صلاحياتك مختلفة. لا لا انت كنت الامر الناهي. بعديها قطعوها. كنت في الاسلامية انت بس بعديك قطعوها نهائيا. خلاص خليني اقول لك 0038761223214. ما شاء الله يا الثلج بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. حياكم الله وأهلا ومرحبا بكم في منتدى الفكر العربي الذي يعالج قضية من أهم وأبرز القضايا التي يحتاجها العمل الإنساني، أقول، وليس فقط العمل الإسلامي وإنما العمل الإنساني ككل، وهي قضية الزكاة التي تعد ركنا أساسيا من أركان الإسلام، وليس فقط أنها ركن أساسي من أركان الإسلام بل هي ركن أساسي من أركان الحياة الإنسانية، وهي موضوع الزكاة. والشيء الحقيقة الطيب في هذا الركن وفي هذا العمل الإنساني أن تتحول الزكاة من أداة واجبة الأداء إلى ثقافة وعمل ثقافي في حياة الإنسانية وفي حياة البشرية وفي حياة المسلمين. ولذلك اليوم نحن نحتاج إلى تعميق ثقافة الزكاة واعتبارها ركنا من أركان الحياة الإنسانية، وهي عمل مؤسسي
دل على مؤسسيته كما سيذكر الدكتور هاني البنا النصوص الواردة في القرآن الكريم، وهي تحتاج إلى تفرغ، وتحتاج إلى إمداد بالمال، وتحتاج إلى نفقة لمن يقومون على هذا العمل الإنساني، لأنهم متفرغون ومحتبسون من أجل هذا العمل، ومن كان الاحتباس من أجله كان عليه نفقة المحتبس. لا أريد أن أطيل في المقدمات، سأترك المجال لفضيلة الدكتور هاني البنا، وهو رئيس منتدى العمل الإنساني العالمي في لندن، وهو من مصر، وسيتحدث معنا حدود 20 دقيقة، ثم نترك المجال بعد ذلك للمتداخلين. معالي الدكتور مصطفى عثمان إسماعيل، وهو وزير خارجية السودان سابقا وأستاذ العلوم الإنسانية في جامعة حمد في قطر، وسعادة الدكتور عبد أيوب المدير التنفيذي لمنظمة المهمة الموحدة للإغاثة والتنمية في الولايات المتحدة الأمريكية، ولكن سيلقي الكلمة نيابة عنه ممثل المنظمة ومسؤول الشراكات سعادة الدكتور سامر أبو رمان، وكذلك سعادة الأستاذ طارق العفيفي الرئيس التنفيذي للإغاثة الإسلامية في ألمانيا. ولدينا العديد من الحضور الكرام أصحاب المعالي والسماحة والعطوفة والسعادة، الذين من له رغبة في الحديث سيكون له مجال، ولكن سنترك المجال الأكبر للمتداخلين الخارجيين. فضيلة الدكتور هاني، تفضل بإلقاء محاضرتك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يعني اليوم يوم تاريخي، أن عمان كلها تلج، والوصول للمنتدى هنا صعب جدا، فنحن بنشكر الأساتذة أنهم تكبدوا مشقة العناء عشان يصلوا اليوم منذ ثلاث أيام والتلج نازل، ودي بركة إن شاء الله. وبنعزي أخواننا في سوريا وأخواننا في تركيا على الضحايا الزلزال مدمر في سوريا وفي تركيا. طبعا من الصعب جدا ان انا اتكلم وقدامي كل هؤلاء الكبار الاجلاء الافاضل مشايخنا، كذلك الدكتور مصطفى عثمان والدكتور مصطفى سيريتش وسعادة السفير عطاء المنان بخيت كذلك، وانا متتلمذ على ايادي كل هؤلاء. اما في الفقه فلا اسأل، في الشريعة لا أسأل، أنتم موجودين، لو أنا أخطأت في اللغة ممكن إيه صلحوني. كما قال أستاذنا إن الزكاة دي أحد أركان بناء هيكل الإسلام، فهي فرض ويساوي في الإسلام خمس الدين، الخمس فروض دينا. أما الزكاة كمؤسسة فربنا سبحانه وتعالى جعلها كما شرحها الدكتور علي القرداغي من خلال بند أو مصرف العاملين عليها، إنها مؤسسة تبنى على التفرغ وتبنى على العمل وتبنى على البحث وتبنى على التقييم في الأداء وتبنى على درس الحاجة إلى آخره. فلذلك ربنا سبحانه وتعالى جعلها مؤسسة مهمة جدا، في ليس فقط في جمع أموال المسلمين، ولكن أيضا في بناء أركان المجتمع المسلم أو المجتمع عامة، لأنها تأخذ أموال تنفذ بها مشاريع معينة. وطبعا التفرغ يأتي في مؤسسة الزكاة من خلال بند العاملين عليها، اللي أنا كنت أذكر كلمة لأحد الأئمة الأفاضل كان يقول حتى العاملين عليها دي إذا كان من الصعوبة إيصال الأموال إلى مستحقيها في مناطق الصراعات المسلحة أو في مناطق الكوارث، مثلا في جنوب السودان أما كان في صراعات مسلحة ما بين الشمال والجنوب، كان صعب أن تدخل المواد الإغاثية، كانت مواد إغاثية بتسقط بالطائرات، كان يعني تصل المصاريف الإدارية إلى 50 أو 60% ساعات عشان إنقاذ ما يكون من هؤلاء الناس. فلذلك نسبتها يعني حسب اللي هو الحاجة بتاعت المجتمع وعلى حسب سهولة التواصل بين أفرادها. فلا توجد مؤسسة بدون تفرغ، ولا تفرغ بدون أجر، ولا أجر بدون وصف وظيفي، ولا وصف وظيفي بدون دور نقوم به. يعني الأربعة فوق بعضهم، تفرغ وأجر
وصف وظيفة وصلاحيات ومسؤوليات. فهكذا كانت فكرة مؤسسية الزكاة. وأعتقد يمكن الدكتور علي القرضاوي أكثر باعاً في شرح هذا العمل المؤسسي. لو احنا بصينا في وجود العلماء والمشايخ الأفاضل إلى الخمس أركان في الإسلام، هنجد أن ركن الزكاة هو الركن المجتمعي بجدارة. الأركان الأخرى شخصية، الصوم لك، الحج لك، اللي هو الصلاة لك، شهادة لو دخلنا في الإسلام وتخرج من الإسلام. لكن الزكاة للمجتمع، زكاة المجتمع مثلا، فهي عمل اجتماعي مؤسسي بامتياز تعتمد على الهيكلية للمؤسسة، هيكلية المؤسسة، هيكلية مؤسسية. فإن تصورنا أن المجتمع الإسلامي هيكل وبناء، فإن عمود هذا المجتمع هو عمود الزكاة، عمود الزكاة. وأركانه هي الفرائض الأخرى، هي الفرائض الفردية اللي نتكلم عنها. تاريخ مؤسسة أو مؤسسية الزكاة، طبعا أتت الآية الكريمة في سورة التوبة اللي هو الأصناف الثمانية في توزيع أموال الزكاة، وده نزلت الآية بعد فتح مكة، يعني بعد ما استقر الإسلام وأصبح الإسلام لي دولة ولي شكل دولة صغيرة بتنشأ، فنزلت الآية الكريمة علشان تضع مؤسسة جمع المال، ويكون المال ده هو الرديف الأساسي للإنفاق على المجتمع وعلى أبناء المجتمعات. نظرنا إلى وقت نزول الآية الكريمة في سورة التوبة، نرى أنها كانت بعد فتح مكة، وعلى ما استقر الأمر للمسلمين في المدينة، كان زمن إيجاد مصدر لإعطاء رؤية نحو تأسيس دولة لديها دخل وموظفين، وكانت الزكاة هي الخطوة الأولى نحو هذا التأسيس. فكانت الزكاة بذرة أنتجت أشجار مباركة ساهمت في بناء الدولة الإسلامية منذ صدر الدولة الإسلامية في الفترة الأولى. أول مؤسسة بنيت في دار الخلافة بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم كانت اللي هو بيت المال. ومؤسسة الزكاة واللي تبعها بنيت المؤسسات الأخرى اللي كانت قائمة تقوم على قوائم أسستها كيانات الدولة ومجتمعاتها. ونستنتج من هذا أن الزكاة ليست فقط أموال تجمع، بل بناءات محورية قاعدية لبناء وتعزيز وديمومة استمرارية الدولة والوطن والمجتمع. ذلك هي كانت أول مؤسسة، ويعني أسست في عصر الدولة الإسلامية الأولى. فنرى كيف سيدنا عمر رضي الله عنه أسس بيت المال. طبعا كان في دخل آخر للمسلمين من اللي هو الفيء وال 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 اللي هي بنسميه الغنائم، الغنائم اللي كان موجود. في بعض المؤسسات دي من الناحية العملية بتدعي انها عشان تجمع المال اكتر من المتبرعين انها هتاخد، وبنقول 0%. الكلام ده كلام اعلامي لجذب المتبرعين لاعطاء المال للمؤسسه دي دون المؤسسه الاخرى. انا طبعا ضد هذا الامر. والشخص الثاني في بعض المؤسسات الاخرى تقول لك انا ما عنديش مصاريف اداريه، يعني انا كل مصاريفي 0%. اقول له انت كذاب. انا بقولها على الملأ، انت كذاب. ليه؟ لأن ما غير عيني للمؤسسة نفسها. أهمية مراجعة ثقافة الزكاة في ظل المتغيرات المجتمعية التي تواجهها الشعوب حاليا من زيادة أعداد النازحين. يعني مثلا الداخل السوري فيه أكثر من 10 مليون في الداخل السوري فقط، كذلك في اليمن. الخارج السوري في حوالي 5 أو 6 مليون. الأردن هنا بتحتضن 4 أو 5 مليون لاجئ من فلسطين ومن سوريا ومن أماكن أخرى. فالتشرد واللجوء وأثار التغير المناخي والأزمات الاقتصادية، يعني الأزمة الأوكرانية مأثرة على العالم كله. يعني مثلا حتى احنا في بريطانيا الأسعار يمكن زادت 50% أو 60% أو 70%. في بعض الدول العربية الأسعار زادت فيها 100% و200%. والهجرات الاقتصادية الخانقة المختلفة، وخاصة بعد جائحة الكوفيد، وزاد مناطق أماكن المستعمرات المسلحة والحرب على الإرهاب، لابد علينا نقف وقفة ونراجع ثقافة الزكاة
مرة أخرى، وكونها عبادة مجتمعية، وهي الرباط الوثيق للمجتمعات الذي يصل أبنائها بدينهم ومجتمعهم وأوطانهم وتاريخهم ومستقبلهم. في تحدي أمامنا الآن، ده ما بقوله في قلت المرة اللي فاتت في اللقاء اللي كان حاضر كان بيشرفنا فيه سمو الأمير الملكي الأمير الحسن، إن المؤسسات الأوروبية الغير مسلمة منها تنصيرية والمؤسسات اليومية بدأت تجمع الزكاة والصدقات. كيف بدأ هذا الأمر؟ كان في مؤتمر القمة الإنساني اللي حدث في عام 1916 وكان في اسطنبول، كان أحد المخرجات أو التزكيات اللي هي حاجة اسمها اللي هو إسلامك سوشيال فرنس، تمويل الإسلامي للعمل الاجتماعي. ايه الهدف وراها؟ قال انتوا عندكم مشكلة، انتوا كمؤسسات اسلامية عندكم مشكلة في تحويل الاموال، خلاص؟ فاحنا ناخد اموال ونوصلها للناس. طب وانا مشكلتي مين هيحلها؟ انا لما انت هتاخد مني مال الزكاة انا هبني مجتمعي ازاي؟ هنمي القدرات ازاي؟ هعمل فكر ازاي في السبع مصارف اخرى للزكاة؟ فبدأت الفكرة بتوصية في مؤتمر القمة الإنساني بدأت تنفذ. يمكن في اللقاء اللي فات كان مندوب اللي هو مفوضي العليا اللاجئين كان موجود معنا وقال ان هم صرفوا او جمعوا 200 مليون دولار من اموال الزكاة وصرفوها، وكذلك بيأسسوا لوقف للزكاة في داخل مفوضية العليا للاجئين وأسسوا إدارات داخل الأمم المتحدة. أن تعطى الأموال الزكاة لمؤسسة، طبعا في مؤسسات أخرى تنصيرية تجمع أموال الزكاة وعملت سياسات لإنفاق أموال الزكاة. أنا مش هتكلم عن أسمائهم عشان ما أخش في معركة طاحنة على الهواء يعني. وفدأت فعلا ووظفت ناس عشان يجمعوا الزكاة ليها، وهي ليها جزء من أموالها أو جزء من ثقافتها اللي هي نشر أديان أخرى إلى آخره إلى آخره. طبعا ده تحدي جديد بالنسبة لنا. لابد احنا نكون يعني انا عندي مشكله في تحويل الاموال، اكلم البنوك يحل المشكله. اعمل قائمه لكل دوله من الدول، لكل دوله فيها مثلا 50 او 100 او 200 جمعيه خيريه ما هياش اي شبهه من شبهات الارهاب، تحول الاموال مباشره دون تعقيد الامور البنكيه اللي بيتحكم فيها دلوقتي ايه البنوك. في قوه ناعمه كثيره جدا للزكاه، انا هذكر بعضها لان اعتقد انا قريت الورقه بتاعت الدكتور مصطفى عثمان اسماعيل، فانا مش عايز ان انا اتكلم واتداخل مع ما سيقوم به. فالزكاه قوه ناعمه كذلك، للزكاه قوه ناعمه كثيره، فهي تساهم في تعزيز ترابط الروح الاسلاميه بين اصحاب الحقوق والمانحين من الافراد المسلمين مؤسساتهم من خلال خلق الترابط المجتمعي وبناء مؤسسات مجتمع مدني محليه قويه. انا ما تجيش مؤسسه تقول لي انا هاخد فلوسك منك مش هاخد مصيبه اداريه بس اديها لي انا، طب انا هعمل ايه؟ هروح فين انا بعد كده؟ هقعد في البيت؟ ما اشتغلش؟ ما بديش مجتمع؟ ما بديش مؤسسات مجتمع مدني؟ ما دفعش على وطني؟ ما عملش اسحاب حاس الى اخره. والزكاه مؤسسه بتبني مؤسسات اخرى وتساهم في نشر رساله الاسلام. هل المؤسسات الاخرى اللي عايز تجمع فلوس الزكاه مننا دي هتنشر الاسلام بالفلوس دي؟ هل المؤسسات التنصيريه دي او المؤسسات الغربيه او الاخرى هتقول لي يعني انا هنشر لك الاسلام؟ هل احنا مش بنستعمل اموال الزكاه في نشر دين الاسلام والدفاع عن الاسلام وعن المسلمين الى اخره الى اخره؟ احنا الان بنمر بتغيرات كثيره، طبعا مش هتكلم في كل القوى الناعمه عشان اترك المجال للدكتور مصطفى عثمان اسماعيل لان هو الورقه بتاعته كلها بيتكلم عنها، وطبعا في مداخلات اخرى عشان ما اكونش انا ايه استاثر بالايه بالمنصه. ونحن نمر الان بتغيرات كثيره في مجتمعاتنا، وبدانا نواجه تحديات جديده، وكناشطين وكعمال مجتمعيين اجتماعيين مدنيين علينا ان ننظر الى الامور الشرعيه بطريقه مدنيه اجتماعيه. انت رجل تؤطر لفتوى شرعيه، نحن مدنيون مجتمعيون نؤطر لفتاوى مجتمعيه. وكان انا بستفيد منك حينما اخرج عن النص الشرعي، وأنت تستفيد مني حينما تريد أن تعرف النص المجتمعي المدني. مما يبين قوة المجتمع المدني الذي يكمل دور الشرع والفقهاء، لابد أن يتكامل
الطرفان ونضع عيوننا صوب ما يحسن من أوضاع المجتمع ويحفظ له كرامته ويعينه على إقامة شرع الله كما وضعها في شريعة الزكاة. أنا أكتفي بهذا القدر، وطبعا في كذا ورقة أنا ما رضيتش أتكلم فيها لأن أنا قرأت الورقة بتاعت الدكتور مصطفى عثمان إسماعيل والورقة بتاعت أخونا طارق عفيفي، فمش عايز أتغول على عليهم، وكنت أنا غولا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله. كل الشكر لفضيلة الدكتور هاني البنا على حديثه الواضح والمختصر والذي ركز فيه على الكثير من القضايا في غاية الأهمية. يعني الحقيقة جانب المؤسسية في عمل الزكاة هو جانب مهم، وأنا أعتقد أنه يعني هي كما أشار في ورقته إلى أنها تدفع للمؤسسات أو تدفع فرديهم أن تدفع الزكاة إلى ولي الأمر. أخذ الأموال دون وجود الرقابة، فضيلة أو معالي الدكتور مصطفى عثمان إسماعيل وزير خارجية السودان سابقا وأستاذ العلوم الإنسانية في جامعة حمد في قطر ليتحفنا بمداخلته الطيبة بحدود 7 دقائق إلى 10 دقائق. خاصة أنا أدرس في طلاب الماجستير مادة الزكاة ضمن تدريسي للمواد المتعلقة بالإنسانيات من وجهة نظر إسلامية، وأنا في 7 دقائق هذه مفترض أن أتطرق لخمس عناوين رئيسية: الزكاة ومرجعيتها، ازدياد الحاجة للزكاة، أهداف التنمية المستدامة، وعلاقة الزكاة بالتنمية المستدامة، ثم التحديات التي تعيق الاستخدام الأمثل للزكاة. ولكن طالما أنها 7 دقائق إن شاء الله سأحاول أن أركز على التحديات والأشياء التي تطرق لها الأخ العزيز الدكتور هاني، سأحاول أن يعني أمر عليها سريعا. وبالنسبة للجزء الأول أن الزكاة كما ذكر الدكتور هاني، الزكاة أحد أركان الإسلام الخمسة بعد الشهادتين والصلاة، وذكر في القرآن الكريم وفي الأحاديث كلها ما يمد بشرعية الزكاة. ما أستطيع أن أقوله هنا أن الزكاة جاءت مختلفة مصارف الزكاة في سورة التوبة، والدولة هي المسؤولة عن جمع وتوزيع وتطوير مؤسسات الزكاة، وفي حالة عدم قيامها بذلك على المجتمعات المسلمة أن تتولى ذلك عبر المؤسسات الخيرية المسلمة، وعدم وجودها لا يعفي الأفراد من أداء فريضة الزكاة، فهي ليست اختيارية ولكنها واجبة. أنتقل إلى النقطة الثانية وأقول في العقود الثلاثة الأخيرة حقيقة ازدادت الكوارث والحروب والنزاعات، وازدادت الأعداد التي في حاجة إلى العون والمساعدة، واللاجئين أعداد اللاجئين لهذا العام وصل إلى أكثر من 100 مليون لاجئ. هذه أول مرة تحدث بعد الحرب العالمية الثانية أن يزيد عدد اللاجئين والنازحين من مليون لاجئ، من 100 مليون لاجئ. أكثر هذه الأعداد أو أعداد كبيرة منها في المجتمعات المسلمة. معروف طبعا أوروبا لم تعرف الحروب إلا مؤخرا، الحرب بعد الحرب العالمية الثانية، إلا الحرب التي نشأت مؤخرا وهي حرب الأوكرانية. فهذا الوضع ازدياد الحاجة للمساعدات الإنسانية وللمنظمات الخيرية جعل العالم يفكر في موارد غير الموارد الحكومية التي لا تكفي ذلك، وبالذات انتشرت المنظمات العاملة في المجال الإنساني، وأيضا انتشرت المنظمات الخيرية العاملة الإسلامية ما نسميه في الإنجليزية في الموزية في، وكل واحدة فيهم زي ما ذكر الدكتور هاني لديها أهداف محددة تقوم بها بالإضافة إلى العمل الإنساني. المنظمات العاملة في المجال الإنساني ازدادت عدم المساواة وبناء مجتمعات أكثر سلما وازدهارا بحلول عام 2030،
لكن نتفق مع معظم هذه الاهداف ونختلف معهم في بعضها، ولكن اعتقد اننا غيابنا عن الساحه العالميه وغياب مؤسساتنا والكتابه عنها هو الذي جعلهم هم يسودون هذه المحافل ويصيرونها حسب افكارهم. وذلك انا في تقديري انه المطلوب مزيد من البحوث، مزيد من الكتابه، مزيد من التواصل مع العالم الخارجي. فاهداف التنميه المستدامه 17 هدف، 169 مقصد، حوالي 300 مؤشر تتمثل في القضاء على الفقر، القضاء التام على الجوع، الصحه الجيده، التعليم الجيد، المساواه بين الاجناس المختلفه والاطراف، المياه النظيفه، الطاقه النظيفه باسعار معقوله، العمل اللائق، الحد من اوجه عدم المساواه، مدن ومجتمعات محليه مستدامه، الاستهلاك والانتاج المسؤولان، المناخ، الحياه تحت الماء، الحياه في البر، السلام والعدل والمؤسسات القويه، ثم الهدف رقم 17 حد شراكات واسعه تتخطى الدول لكي تصل الى المؤسسات والى المنظمات لتنفيذ هذا البرنامج. فالدول انشات اللجان الوطنيه التي تتابع تنفيذ هذه الاهداف، وكذلك على مستوى الامم المتحده اسست مؤسسات لمتابعه تنفيذ هذه الاهداف. ونحن عندما ننظر للزكاه، التقديرات الاوليه لايرادات الزكاه بمليارات الدولارات، وقد اثبتت اثرا فعال في افريقيا وفي دول مثل ماليزيا واندونيسيا والسودان، وتشير الدراسات الى ان هذا المبلغ يمكن ان يتضاعف عدة مرات اذا ما جرت عمليه اصلاح وتطوير لآليات تحصيل وتنمية وصرف موارد الزكاة. طيب النقطة قبل الأخيرة، علاقة الزكاة بأهداف التنمية المستدامة. وثيقة الأمم المتحدة أقرت بالدور الهام الذي تقوم به مؤسسات العمل الإنساني، ومن بينها مؤسسات الزكاة والأوقاف والصناديق والجمعيات الخيرية الإسلامية. عند دراسة أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة نجد أن العديد منها، لا أقول كلها، العديد منها يتماشى مع المصارف التي عددت للزكاة، مما يؤكد أن هناك ارتباطا كبيرا بين مصارف فريضة الزكاة وأهداف التنمية المستدامة، وأن الزكاة يمكن أن تلعب دورا هاما في هذا المجال إذا ما تم حسن استخدامها تحصيلا وصرفا، واستخدام التكنولوجيا الحديثة في ذلك خاصة، وأن معظم الفقراء والمحتاجين والذين يعانون من الكوارث هم من المسلمين ومن المجتمعات المسلمة. رغم من أن الزكاة في 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 يعني أغلب التفاسير عند المسلمين ألا تجمع من المسلمين وتصرف على المسلمين وعلى غير المسلمين. ولذلك هنا إذا استطعنا فعلا أن نجري الإصلاحات اللازمة وأن نقدم الزكاة كمساهم كمشارك حسب الأمم المتحدة، خاصة أن معظم المجتمعات، نحن الآن نجد المؤسسات الغربية موجودة عندنا في المجتمعات الإسلامية هي تصرف على الفقراء والمحتاجين، بالرغم من أننا نملك الأموال الطائلة إذا ما أحسن توظيفها وتجميعها في أن تصرف على هؤلاء المسلمين، وهذا هو المطلوب اصلا من فرض فريضه الزكاه والاوقاف والى اخره. تحديات تطوير ثقافه وفرض الزكاه لتواكب الحاجيات المستجده بمثل حاجات اخرى كالتعليم والصحه والمات الانغام والتنميه التي تساعد في ايقاف. النقطه الثانيه في التحديات هي ان تهتم الدول الاسلاميه بانشاء المؤسسات الرسميه التي تعني بالزكاه. فما زال الكثير من الدول الاسلاميه يترك مهمه جمع الزكاه وصرفها للافراد والمنظمات الخيريه، رغم ان تحصيل الزكاه وصرفها وتطويرها مسؤوليه الحكومات قبل ان تكون مسؤوليه المنظمات. ثالثا، ما زالت بعض مؤسسات العمل الخيري ومنها مؤسسات الزكاه ينظر اليها كمكان للتوظيف
وتنعدم فيها الشفافية وتنعدم فيها المحاسبية والالتزام بالمعايير الدولية. هذه لابد من مراجعتها حتى انه الذي يدفع الزكاة يكون مطمئن من ان الزكاة ذهبت الى ايد امينة، والذي يتلقى الزكاة يعرف ايضا انه يتعامل مع منظمات امنية حقيقة. والشهادة لله، ويجب ان لا نخجل فيها. نذكر ذلك، كثير من المؤسسات الغربية لديها من الشفافية ومن المحاسبية ومن الانفتاحية التي تستطيع فيها ان تراجع وان تتابع مصروفاتها، ما اقول كلها لكنها معظمها. نحن ولذلك عندما ناتي للمؤتمرات التي تعقد على مستوى الامم المتحده نجدهم انهم في المقدمه يقدمون التقارير، يشاركون في صياغه القوانين المختلفه التي تنظم العمل الخيري. لذلك نحن نريد ان نلتقي بمنظماتنا الخيريه العامله في مجال الزكاه بان تكون هي مثلها بمثل، وهذا مطلوب في الاسلام ان نكون نحن في درجه من الامانه وفي درجه من الشفافيه وفي درجه من الاصداقيه وفي درجه من ايقاع الامور. هذه مساله في الاهميه وما زالت هي مشكله واجب الامر الثاني في كثير من البلاد وخاصه مؤسسات الزكاه، لما طلبت الى حد كبير بالحكومات في البلدان التي فيها مؤسسات زكاه. نمره اربعه، عدم وجود هيئه دوليه تعني بالزكاة دراسة وتحصيل وتنسيق وتطوير انعكس سلبا على أداء مؤسسات الزكاة، فأصبحت كالجزر المعزولة لا توجد استراتيجية واحدة. المطلوب حتى يكون دور الزكاة فاعل أن تكون هناك في هيئة أممية هي التي يعني ويكون لديها طبعا أبحاث وقوانين ولوائح، وهي تتقصى وجود الفقراء والمعدمين من المسلمين وغيرهم في كل أنحاء العالم، وتكون لها أبحاثها وتكون لها رؤاها ويكون لها يعني 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 مواكبتها للحاصل، وأن تخرج دراسات كثيرة جدا عن مصارف الزكاة وغيرها حتى فعلا أن تستطيع أن تلحق بغيرها. النقطة الأخيرة وأختم بها، أنه أنا أعمل في الجامعة وفي مجال البحوث، وكثير من البحوث التي الآن نقرأها أن العمل الخيري تصدر من مؤسسات غربية. لدينا مؤسسات تصرف أموال ضخمة جدا في المجال الإنساني، أيوة. خاصة مثلا في قطر مؤسسة الزكاة تصرف ملايين الدولارات، مئات الملايين، ولكن عندما تنظر إلى الأبحاث وتنظر إلى المجلات الدورية باللغات الحية تجد نحن غياب تماما يعني. ولذلك لابد من الاهتمام بالنشر والكتابة والبحوث، لأنها هذه أيضا وسيلة لتقديم الإسلام كحضارة كثقافة كعقيدة للمجتمعات الأخرى غير الناطقة بلغتنا نحن وهي اللغة العربية. هذه ما تتم إلا إذا كانت هناك هيئة دولية تجمع كل هذه المؤسسات الزكاة وتعمل على تطويرها وتنسيقها والكتابة عنها. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أحسنت معالي الدكتور مصطفى عثمان إسماعيل، شكرا جزيلا لكم على هذه الإضاءات المتميزة والهامة والغنية والشفافية والوضوح في موضوع الزكاة. كذلك شعور المواطن دافع الزكاة بأنه جزء من عملية صرف، حينما يدرك بأنه جزء من عملية الصرف وأن رأيه يؤخذ في عملية الصرف هي مهمة تشجع الناس على تقديم اموالهم للزكاه، لكن حينما يشعر انه يدفع الاموال وبعدين ما لكش علاقه بالشيء اذهب ونحن وكلنا وتوكل، يعني هذه من الاشياء التي لا يشعر بانه جزء من قرار دفع الزكاه كما هو جزء من قرار اعطائها. سعاده الدكتور عابد ايوب سيلقي الكلمه نيابه عن وفق المنظمه ومسؤول الشراكات سعاده الدكتور سامر ابو رمان، فليتفضل. حيا الله دكتور وائل ودكتور هاني وبعض الزملاء والقامات العلمية. سعيد جدا بالمشاركة في هذا اللقاء، وسعيد اني استيقظت الساعة 3:30 الفجر للمشاركة في هذا الفكر في مشاعر العمل الخيري بشكل عام. شرفت
أقدم هذه الكلمة عن الدكتور عادل أيوب وأشرف في تنظيم المنظمة في واشنطن، بالإضافة لعملي في جامعة برينستون في ولاية جيرسي في الولايات المتحدة في قسم العلوم السياسية. شرفت المشاركة في هذه الندوة أن مؤسسة الزكاة في منظومتها الكبرى بحجم كبير في إيراداتها والبحوث لأن الإيرادات ما بين 250 مليار إلى 600 مليار. الدكتور علي في بحثه الإعجاز في منظومة الزكاة قد يكون من أكثر الباحثين الذين قدروا الإجابة على الدين الإسلامي ككل كما ذكر الدكتور مصطفى. فنحن أمام كموث، ما هي الزكاة؟ كيف تجمع؟ كم المبلغ الإجمالي؟ حتى الحقيقة يعني يشكل تفاوت كبير، ولذلك في مقال نشرته في الأنباء الكويتية بعنوان كنوز الزكاة من يستخرجها ويزيد من تأثيرها. إذا نحن أمام هذا التحدي المهم في منظومة الزكاة. هذا يقودني إلى النقطة الأخرى التي أيضا وردت في ورقة الدكتور هاني، بأن يؤكد على أن الزكاة عبارة عن مؤسسة. نعم الزكاة مؤسسة، مؤسسة الزكاة، وبالتالي ينبغي أن ينطبق عليها ما ينطبق على المؤسسات من عاملين ومن هيكل تنظيمي ومن إجراءات ومن خطة وغيرها من الأمور. الزكاة جزء من منظومة الدول، إذا لا ينبغي أن نغفل هذه الحقيقة. ولذلك عندما نقول عن الجدل الموجود على أن يخصص مبلغ من الزكاة للعاملين عليها، قد ينفر البعض سواء من موضوع النسب، من موضوع كم التكلفة ولماذا العاملين عليها، وبعضهم يأخذون الموضوع بسخرية في هذا الجانب وكأنه هذه جريمة. ولكن كما ذكرت نحن نتعامل مع منظومة مؤسسة الزكاة لا يمكن أن تقوم إلا على هذه العاملين وعلى هذه المصاريف وعلى هذه الإجراءات وغيرها من الأمور. ولذلك التشكيك ورفع وشطارة إن صح التعبير بعض الجهات الإسلامية، قبل أن أتحدث عن منظمات الأمم المتحدة التي رفعت راية صفر زكاة، أتحدث حتى عن ممارسات بعض الإسلاميين، بعض الجمعيات الإسلامية التي تستخدم المتبرع وكأنه مستهلك، وتستخدم بعض المفاهيم التسويق مع هذا المتبرع وتقول انه احنا لا ناخذ زكاة، لا ناخذ نسب إدارية من زكاتك وغيرها من الأمور. انا وجهة نظري ان هؤلاء حتى لو كانت بحسن نية هم يخدشون ركن من أركان الإسلام، بل ويخدشون مصرف مهم من مصارف الزكاة التي يرفعونها عن الرأي. ثم ان هناك تضليل المتبرع، أنت لم أنت أخذت نسب إدارية ولكنك أخذتها من مصادر أخرى، مصادر الأوقاف ومصادر متبرع آخر ذكرها. يعني أنا أذكر كنا الشهر الماضي في مؤتمر في شيكاغو من أكبر المؤتمرات التي تجمع الجالية الإسلامية في الولايات المتحدة، أحد الجهات الخيرية تعلن صفر زكاة على البوث على المعرض لها، ثم ما تعرض عن مشاريعها وعن إنجازاتها. فأصبحت الشاهد أنها أصبحت جاذبية في غير مكانها في أجل الخدش منظومة الزكاة. وأيضا التأثير على ينعكس هذا على العمل الخيري المؤسسي، عندما يفتقد وندش مزاج المتبرع ونغير قناعات إنه كأن أخذ جزء من هذه الزكاة هو عبارة عن يعني منقصة أو مذلة. أما منظمات الأمم المتحدة فهذا موضوع آخر، لكنهم أيضا استخدموا هذه الركن الكبير والأرقام التي ترد لنا سواء في جمع الزكاة للمؤسسات العمل الخيري أو المؤسسات المانحة الخليجية تحديدا، وقد طلعت على بعضها أرقام كبيرة وبالملايين. قد يكون مبرر تحويل الأموال كما ذكر الدكتور آني، هذا شيء مؤلم، يعني نحن نتألم أن يكون هناك التشديد على تحويل الأموال على المنظمات الإسلامية حتى العظمى منها والكبيرة مثل
الجهات الخارجية التي يعني لديها أموال عابرة للحدود وبينما بالملايين بينما ليس لها هذه المرونة في تحويل الأموال. ولذلك جزء كبير من إشكالية أفغانستان حقيقة على سبيل المثال أنها لم يكن هناك تحويل أموال للشعب الأفغاني، فدفعت الشعب الأفغاني والتنمية جزء من حرمان المنظومة المالية والتحويل المالي لموضوع أفغانستان، ويعني ذكرت هذا في عدة مقالات. النقطة الأخرى حقيقة يعني يمكن أن نتطرق لها، أنه إذا كنا نقول أنه ينبغي أو لا بد أن نأخذ من أموال الزكاة للعاملين عليها، هذا لا يعني ولا ينفي أن يكون هناك رقابة على كيفية صرف هذه الأموال، وليست هذا خط مفتوح أو يعني إشارة خضراء بأن تقوم المؤسسات الإسلامية بتعيين ماذا تريد وتصرف من تريد. لا لا لا، ينبغي أن تصل إلى جراءة أن يذكر حتى رواتب أعلى القائمين على الزكاة على العلن أمام الناس. ولذلك في منظومة العمل الخيري الغربي مع الأسف قد يكون هناك راتب المدير لمنظمة خيرية أو غير ربحية 300,000 دولار سنويا، ورقم جيد ومرتفع، ويعلن على الويب سايت ويرصد ذلك بعض الجهات مثل تشاريتي نيفيجيتر معقب الجهات الخيرية، لكن المهم أن يكون هناك شفافية. ولذلك أقول ينبغي أن نفرز بين دعم العاملين أحيانا من مصارف الزكاة كعامل وبين كمستفيد، هذه التفرقة مهمة جدا ومستحقة. قبل أن أنهي هذه النقطة، للأمانة عندما نناقش بعض الجهات العاملين في المنظمات الدولية ولا سيما UNHCR مفوضي اللاجئين، هم يقولون أنتم لماذا يعني غاضبون على أنه أدخلنا الزكاة في منظومة الأمم المتحدة؟ لو تعرفون ماذا تم وراء الستار حتى ندخل الدين في منظمة أو منظومة الأمم المتحدة التي تصنف علمانية، فنحن أدخلنا مفهوم مهم من مفاهيم الزكاة للمفاهيم الإسلامية ومفهوم موضوع الزكاة في مصارف الأمم المتحدة. فهم يعتبرون هذا يعني كمكسب وإيجابية أن دخلت هذه الركن في منظومة الأمم المتحدة. فهذا من باب الأمانة أنقل الحوارات الطويلة التي دارت بيننا وبين العاملين في بعض وكالات الأمم المتحدة في هذا السياق. النقطة الأخرى حقيقة أنه التفرقة بين العمل الإغاثي والتنموي في مصارف الزكاة. لست متخصصا في الفقه وتفاصيل المصارف، ولكن عندما تجد المصارف اللي موجودة في آية إنما الصدقات تجد أن جزء كبير منها في العمل الإغاثي. نحن نشهد الآن انتقاص لا شعوري من الكثير من المنظمات الإسلامية وحتى الإنسانية في موضوع الإغاثة، وتجد أحيانا يقول لا 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 نحن لا نعمل إغاثة، نحن نعمل تنمية، نحن نعمل مشاريع تنموية. ولذلك مصاريف الزكاة هي تجمع كل هذه الخيرات دون أن ينتقص جزء من آخر. أذكر يعني في بعض الأزمات الآن اللي موجود في زلزال تركيا وسوريا، العمل الإغاثي هو الذي سيحرك الزكاة، بل إنه قد يكون هناك بعض الآراء الفقهية بتعجيل الزكاة قياسا على رمضان إذا كانت هناك أزمات وبيئة صراع لتحل هذه الإشكالية. فالعمل الإغاثي مهم جدا، وكثير من الأحداث والأزمات في عالمنا المعاصر لا تسمح بكثير من الفذلكات أو الشطارة بأنه الأمور التنموية. يعني أنا أذكر أحد العناوين كتبت أعطيني سمكة لا وقت لتعلمني الصيد. كثير من الأزمات لا يمكن أن تعلم صيد في بيئة قاحلة أو بيئة صراع مثل البيئة السورية وغيرها، وهذا لا يعني ولا ينفي العمل في هذا الجانب. أنا أختم بهذه النقطة الأخيرة بأنه نتخيل أنه نحتاج إلى منظومة كاملة تستخرج مثل هذه الأفكار وتقوم عليها بطريقة واسعة على مستوى الدول الإسلامية، وليس كل دولة لوحدها. هناك كثير من الدراسات على سبيل المثال بيت الزكاة الكويتي يقوم بدراسات وأبحاث، لكن أنا أعتقد أننا نفتقد لموضوع التنسيق
بين هذه المنظمات وهذه المؤسسات حتى تكون الزكاة عمل مؤسسي كما نريد يليق بركن من أركان الإسلام. شكرا جزيلا مرة أخرى على الدعوة والمشاركة. شكرا جزيلا. شكرا دكتور سامر. والحقيقة أنه هذه الدعوات للتنسيق بين مؤسسات الزكاة العاملة في العالم الإسلامي هي التي تؤكد فكرة المؤسسة العالمية للزكاة التي دعا إليها سمو الأمير حسن حفظه الله، أن تكون هناك مؤسسة عالمية للزكاة تتولى عملية التنسيق بين هذه المؤسسات كافة وتوحد جهودها باتجاه يضمن المسيرة الإنسانية العالمية الإسلامية. لو كان هناك لدينا مؤسسة عالمية للزكاة كان اليوم ما حصل في تركيا وما حصل في سوريا، هناك مؤسسة عالمية للزكاة تتدخل مباشرة، لديها كوادرها المؤهلة والمدربة والقادرة، لديها إمكانيات المالية تستطيع أن تتحرك، تستطيع أن تقدم ما لا تستطيع حتى الأمم المتحدة والعالم والدول أن تقوم بتقديمها. لذلك هذه قضية هي الآن أعتقد أنه حتى فكرة المؤسسة العالمية للزكاة بدأت تتبلور شيئا فشيئا من خلال هذا الحديث الذي نتحدث به، وأن هناك عملية التنسيق هي الأساس في مثل هذه المؤسسة وإقامة هذه المؤسسة. آخر المتداخلين سعادة الأستاذ. ثاني نقطة أن الزكاة، ويمكن دي ذكرها سعادة الدكتور مصطفى عثمان، أن الزكاة فعلا بتلغي قضية الطبقية داخل المجتمع، يعني بتعمل من المجتمعات مجتمعات صحية ما فيش حد بين طبقاتها، لا الفقير بيحقد على الغني ولا الغني بيحس ان هو بيتعطف على الفقير، في حلول للنزاعات المجتمعيه الموجوده من خلال وضعها بطرحها الصحيح. ثالث نقطه قضيه الذكاء والريزيلينس، يعني الناس بيتكلموا على قضيه الريزيلينس الان على اساس ان المجتمعات بيكون عندها القدره والكفاءه انها تتعامل مع المتغيرات اللي بتحدث على المجتمعات الموجوده. وانا شايف الريزيلينس ليها دور كبير جدا في قضيه الريزيلينس. ليها دور كبير جدا ان الناس الفقراء اصبح في نوع من انواع تقويه هذه المجتمعات، باصبح انه المال السنوي اللي بيوصل من خلال اموال الزكاه باسلوب جيد لقضيه استغلال اموال الزكاه ممكن يتحل في قضيه الريزيلينس للمجتمعات اللي موجوده. رابع نقطه ودي النقطه قبل الاخيره، إن الزكاة كمان يعني للأسف الشديد إن إحنا بنتعامل مع أموال الزكاة بعيد تماما عن القضية بيها، وترفع كمان من مستوى التخطيط الاستراتيجي وترفع من قدرة كفاءة المؤسسة، لأن عادة المؤسسات لا تستطيع الجذب الاستراتيجية نظرا لعدم معرفتها بالموارد التي ستأتي المال. النقطة الأخيرة اللي أنا عايز أختم بيها والدكتور هاني يمكن يتذكر، ان احنا عملنا مؤتمر السنه اللي فاتت كان في قضيه الجهات الرقابيه، يعني الجميع اتكلم على قضيه الشفافيه والجهات الرقابيه والمؤسسات الغربيه تتمتع بقدر كبير من الشفافيه. وانا من رايي والله اعلم ان القضيه دي مهمه، ولكن يجب ان احنا ننظرها بمنظور مختلف. انت ممكن المؤسسات تطلب منها ان تتمتع بقدر من الشفافيه كما تريد، ولكنها لم تفعل. لم تفعل لعده اسباب ممكن داخليه او خارجيه. لازم يكون عندنا جهه نفكر في انشاء جهه تقوم هي بالدور الرقابي، لانه يكون دعمنا لهذه الجهه الرقابيه ان احنا ندي لها نوع من انواع الباور، بمعنى المؤسسات اللي موجوده وتخضع للجهه الرقابيه المعينه هي دي المؤسسات المعتمده لدينا، لان الرقابه يجب ان تكون خارجيه ولا يمكن ان تطلع من رحم المؤسسه. لانه انا ملاحظه ان كله بيتكلم عن الشفافيه وكله بيتكلم عن المعايير، ولكن هنا في اوروبا يعني في المانيا وفي دول اوروبا في جهات معينه بتدي والله شهادات التدقيق الرقابي، كم نسبه المصاريف الاداريه الموجوده وكم نسبه المشاريع وكم نسبه السالاريز الرواتب وما الى ذلك، وبناء عليه ببقى انا محتاج الى هذه الشهاده من هذه المؤسسات حتى استطيع ان انا اخد تمويل من الحكومه، حتى استطيع ان انا اكلم المتبرع وان انا اقول له ان انا احصل على شهاده الشفافيه. لكن ما يكون من المؤسسات اللي شفافيه لوحديها، كله بيقول انها شفافه، وانا حضرت لقاءات كثيره جدا المؤسسات بتقول نتمتع بقدر كبير جدا من الشفافيه ونتمتع بكذا، ولكن جاله احد الناس وقال له لقد صرت اليوم مؤمنا، قال وما علامه ايمان؟ لازم يكون في دلائل واضحه. فقضيه الجهه الرقابيه
يعني فعلا يجب ان احنا فعلا نفكر فيها بشكل عميق، لان دي شايفها ان شيء اساسي. نكرر على الالتزام بالوقت ايضا. شكرا جزيلا لكم. اذا كان هناك مداخلات من الاخوه يعني سمعت من التركيز والتأكيد على الزكاة وثقافة المنزل 700 مليار، هذا رقم يكاد يعني لا يسعه بحيرة. يعني بدأ في حقيقة الأمر قطار انتظام الزكاة يظهر، وبدأ صوته يتعالى بمثل هذه المنتديات، وخاصة أنه بدأها سمو الأمير الحسن يحفظه الله ويطول رب العالمين في عمره، لأن يرى أن الزكاة قطارها فعلا قد أقلع وبدأت ثمار أكل هذه النظرية وهذا المبدأ الذي يعني هو ناضل من أجله وأفنى جل عمره في أن يوصل مثل هذا الركن الأساسي المجتمعي في حقيقة الأمر ليعمل استقلالية للأمة في يعني مداواة جراحها والنهوض بفقرائها، وعمل مؤسسات حقيقية شفافة يثق بها جميع من الناس. يعني في حقيقة الأمر آخر ما يتكلم الناس عنه، حتى الوعاظ، حتى المناهج، حتى كل صالونات المجتمعات وأهل الفكر لا يلقون بالا لأهمية الزكاة إلا ما ندر في حقيقة الأمر، وهذا يعني يضعف التوجه أو يعني يجعل هناك قلة من الناس من تكون لديه ثقافة الزكاة ومعنى الزكاة الذي هو ركن بنيت عليه هذه الأمة قرونا طويلة وبقيت قوية وعزيزة وعظيمة، لدرجة أنه تنبه غير المسلمين للزكاة حتى أخذوا يفيدون منها ويستفيدون منها، فالظاهر في مطالبته بالرحمة وباطنه قد لا يكون ما يرغب المسلمين عندما يعطي الزكاة، وقد لا يكون هناك ثقة مطلقة فيها، لكن تدويلها دون أن تكون عامة ودون أن تكون فاعلة في المجتمعات الإسلامية يعني صراحة في حقيقة الأمر هو اختطاف لمقدرات الأمة واختطاف المهمة أو الأهداف التي تصرف إليها الزكاة عن الأمة لغيرها من الأمم، وقد يكون هناك من يتصرف بها لمصالحه الشخصية ولمبادئه، وكأن نقول أن هذا استرداد لها أن يسرعوا في مثل هذا المجال وأن يعطوه الزخم الكافي والتفكير الوافي من أجل أن يهيكلوا هذا ليكون ناضجا وناتجا ويفيد فتستفيد منه الأمة. وصراحة يعني غطيتم جميع المجالات، لكنني أنا ممن تثقف وممن يعني أضيء في فكري ما يعني أشرتم إليه في حقيقة الأمر، وهذا يفيد بأنني أنا أول من هو يعني مقصر كمستوى الفرد، لكن الحمد لله الأردن قد خطى خطوات في صندوق الزكاة وهذا يحسب للأردن، لكن يجب أن لا يكون هناك فقط أن نقف عند هذا، يجب أن نشجع صندوق الزكاة وأن لا يكون هناك ترادف في الدفع لهذه المبالغ إذا كان الزكاة عندما نتعامل الناس في حظهم على الزكاة يصدق وتكون هناك نزاهة في حقيقة الأمر ويدفع ما خبئ في حقيقة الأمر من أجل أنه يتعامل مع الله ومن أجل أن ينمو أن يرى زكاته في حقيقة الأمر فاعلة بالناس ومنتجة وتؤدي إلى الخير الذي يستظل به بين يدي الله سبحانه وتعالى عنها. صحيح أن الزكاة هي يعني أن الصلاة هي صلة أو علاقة العبد بربه في حقيقة الأمر وهي فردية، لكن الزكاة جاءت من علاقة العبد بربه كذلك فيما أمر بأن تدفع الزكوات لمستحقيها وأن يدفع ما عنده من خير ومن ما أعطاه الله سبحانه وتعالى من رزق ليبارك له فيه وليجد صداه في الدنيا قبل الآخرة. وآسف على الإطالة. شكرا لكم سماحة الشيخ عبد الحافظ البطل قاضي القضاء على هذه الكلمات الطيبة والإضاءات الجميلة. معالي الدكتور عبد الناصر. بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله رب العالمين. ايضا معالي الاستاذ الدكتور عبد الناصر ابو البصل وهو وزير الاوقاف والشؤون المقدسات الاسلاميه السابق ورئيس جامعه العلوم الاسلاميه العالميه الازهر. الصلاه والسلام على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. ابدا هذه المداخله وهذه السالحه اليسيره بان اشكر المنتدى على العنايه والاصرار على طرح هذا الموضوع، وهذا الموضوع الذي يحتل أهمية كبرى. ولا أريد أن أعيد ما سمعت من كلمات قوية ومهمة وأفدت من كثير منها، وهذا كله كما قال معالي الدكتور وائل المقدمة، نحن في مسألة الحديث عن الزكاة والحديث عن ثقافة الزكاة كما ذكر الدكتور هاني حفظه الله، لا نحتاج إلى أن نخترع العجلة من جديد. ركن من أركان الإسلام كما سمعنا، ولكن أنا فقط أشير إلى نقطتين أو ثلاث. النقطة الأولى اقتراح للمنتدى بأن يحصر، نكلف مجموعة من المنتدى ومن الباحثين ومن المشاركين في هذه الندوة أيضا ومن الجامعات الأردنية وغيرها، مجموعة تقوم بحصر الدراسات المتعلقة بالزكاة. لقد أشرفت على رسائل عديدة وبحوث كثيرة اطلعت عليها وجمعت عددا منها، لكن لا يمكن أن يكون هذا العمل عملا فرديا، لابد ماجستير ودكتوراه وبحوث في المجلات كثيرة جدا متناثرة، بل كثير منها مكرر. فأنا أدعو إلى عمل بيبلوغرافيا وعمل فيها عن طريق طلبة الدراسات العليا الذين لدينا في جامعاتنا، يكون عملا جماعيا مشتركا. هذه المسألة الأولى التي ذكرت. ثم فقط نقطة الفتوى، هي مشكلة اليوم. كثير مما ذكر في الندوة لديه فتاوى تدعم إلى المشكلات، وتضارب الفتوى في هذا الجانب. مفوضية اللاجئين حصلت على فتاوى من دول إسلامية وعربية عديدة وعلماء كبار في هذا. الآن الدراسات التي تكون، هناك فرق بين الرؤى والمبادرات وبين الدراسات العلمية الحقيقية. الإحصاءات التي سمعنا عنها إحصائيات بناء على الخرص والتخمين، هي تخمينية وليست منهجية. بمعنى لو أنني سئلت اليوم كم هي تكون متوقع حصيلة الزكاة في الأردن، أنا أقول انظر إلى الموجودات في البنك المركزي للناس في الأردن من أموال ظاهرة، هذه ظاهرة، وأقول أضربها ب2.5% بعد خصم أموال تخص غير المسلمين وما إلى ذلك. هذا ليس عملا علميا دقيقا وليس منهجيا. ولذلك ما سمعت من أنه مليارات و600 مليار و3 مليارات هو عملية تخمين لا أكثر، تحتاج إلى أن نتبع المنهج العلمي الدقيق في هذه المسألة. بل أقول هناك فتاوى عديدة لعلماء كبار بأن ما يدفع للضريبة عملا هو في مقام الزكاة، وليس فقط أن ما يدفع للزكاة يخصم من الضريبة كما هو مشروع القانون في الأردن السابق، لكن العكس. ولذلك أنا أقول إنشاء المؤسسة العالمية الذي دعا لها سمو الأمير مسألة ليست مسألة هينة، بل مسألة مهمة جدا تحتاج إلى إجراءات وخطوات عديدة. وأنا أقول ومنذ سنوات عديدة وأنا أسمع هذه الدعوة، بل إذا ذكر سمو الأمير الحسن يتبادر إلى ذهني فورا مسألة الهيئة العالمية للزكاة، والكل يريد هذه الهيئة، لكن لا نجد خطوات عملية استجابة لنداء سمو الأمير في هذا، خاصة في العمل الإنساني الذي ركز سموه عليه في مثل اللاجئين والنازحين وغير ذلك. أريد الإطار، لدي بعض المقترحات اليسيرة وبعض المشكلات الحقيقة التي أشار إليها المتداخلين بل جميعهم، ولكن أنا حقيقة في مثل هذا الموقف أنا أركز على أهمية ثقافة الزكاة. ثقافة الزكاة وليست المسألة مسألة منا، مسألة ثقافة الزكاة ثقافة القيام بركن وبحق من حقوق. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. بعد، أنا شاكر لكم على هذه الدعوة وشاكر لكم على هذا الاهتمام بقضية الزكاة. وحقيقة الأردن أصبحت الآن هي عاصمة التشاور حول هذا الموضوع الهام، وأنا كنت سعيد أن أكون
جزء من الندوة التي دعا إليها سمو الأمير في شهر أكتوبر الماضي حول موضوع مأساة الزكاة. وأعتقد أن هذه الندوة تأتي بهذا السياق واستمرار لهذه الفكرة الطيبة. أنا تعليقي سيكون مختصرا جدا، أعلق به على قضيتين. الأولى هي ما فضل به أستاذي الدكتور مصطفى عثمان حول توسيع فقه الزكاة، لأنه قضية توسيع فقه الزكاة أصبحت موضوع مهم جدا. الزكاة صحيح هناك بعض المبادرات لجمعها حتى باسم الدول، رأينا دواوين زكاة كثيرة في بعض الدول قامت، ولكن ظل مجال صرف الزكاة يخضع لتفسير ضيق جدا فقهيا لمصالح الزكاة. دكتور مصطفى قدم نموذج، لكن إذا قدمت نموذج آخر لماذا أتكلم عن ابن السبيل بأنه هو قضية اللاجئين والنازحين والمهاجرين وهي قضية مهمة جدا الآن في العالم الإسلامي؟ لماذا نزل الوسع قضية المصالح الأخرى غير ابن السبيل وغير الغارمين؟ أنا أعتقد أنه هذا يحتاج إلى مجهود فقهاء حتى تستطيع الزكاة توجه تصور بدليل فقهي ودافع فقهي إلى أن تغطي قضايا الأمة الحالية. اعتمدت على منظمة دولية ظل التي كانت تستظل بها هذه الفكرة، ولذلك تأخذ على الأقل حماية وثيقة الدول الأعضاء وتستطيع من بعد أن تنطلق بصورة أكبر وأكثر فاعلية. لكن هناك مجموعة صياغة أنا كنت تساورتم على الأخوان في المنتدى حولها، ولكن أعتقد أن منظمة التعاون الإسلامي كنت تكون هي المظلة التي تقوم تحت هذه الفكرة، ونحتاج أن نعجل بقيام هذه المؤسسة بأسرع فرصة ممكنة، لأنه كل ما طال الزمن كل ما توسعت المنظمات الأخرى الأمم المتحدة والمنظمات الغربية في فكرتها حول جمع الزكاة، وسيكون الطريق أمامنا أكثر صعوبة. شكرا سيد الرئيس، بارك الله. شكرا لكم سعادة السفير عطاء المنان بخيت. ننتقل إلى دكتور مصلح النجار.